فاش دقه شريف كان مستني حمودي. اسلام محارب اماميه حلوه، ضربه الراس من ديفيد، خطوه خطوتين للخلف كده وياخد ديفيد ويسلم على طول لحمص، ترجع لحمص مره تانية. ادي احمد حمص اماميه حلوه، حمودي بحب اتفرج عليه لمساته حلوه جدا جدا. حمودي ديفيد واحده اماميه، حماده يحيى ضربه الراس من عمرو طارق طويل القامه قوي البنيان، حمودي خلصها. كابتن تيم سموحه رؤيته حلوه قوي الملعب، حمودي حطها حلوه في اتجاه هشام فتح الله، فاول على هشام فتح الله مع سعد حسني. التنفيذ لشريف رضا، احمد سعيد هوكا على الارض لهشام، طارق حامد، ايمن اشرف، اماميه، حماده يحيى. حلوه الجمله، اطول من اللازم، بعيد عن بابا اركو. لما يطلع وياخد هاني سليمان، هدفين في مرماك يا هاني في الدقيقه 7 والدقيقه 34، قدم اليمنى واليسرى لحمودي. بين الشوطين كلموني كتير جدا في اسكندريه وفي مختلف المحافظات بعض اصدقائنا، سعيد الشامي، محمد خشاب، يعني مجموعه كبيره كده جدا، سالوني عن قرعه دور ال 16. اتصال مباشر وسريع بكابتن حماده المصري، شوف اللعبه. كابتن حماده المصري المشرف على لجنه تنظيم بطوله كاس مصر قال لي ان لسه القرعه ما اتعملتش، انما هتتعمل بعد انتهاء من مباريات دور ال 32، وهتكون تشمل بقى قرعه مباريات دور ال 16 وال 8 وال 4 وفيما بعد عشان نصل للنهائي. ادي واحده واخد شريف اشرف، اماميه كره شريف، عمرو السعيد ينطلق عمرو، يا سلام يا ايمن يا اشرف، برشاقه بلياقه حيويه الشباب والقدم اليسرى وبره الملعب. سعد حسني يتماس للجونه، خمس ست سبع خطوات للخلف كده، يقول ان يلعب الكره الطويله داخل منطقه جزاء سموحه. تلعب الطويله فعلا داخل المنطقه وطويله جدا وفايته، يطلع دفاع سموحه وياخد بابا اركو. ادي بابا اركو احتفظ بالكره كتير، بابا اركو يعلي بالقدم اليسرى طارق حامد، سابها تنط كده عمرو طارق، سبب له مشكله، وادي حمودي خد وكده، ربنا يستر في هذه الهجمه على فريق الجونه. طارق حامد، طارق حامد اتلعبت حلوه، حماده يحيى كده تقل الخطوره انما لسه داخل منطقه الجزاء. ادي حماده عرضيه هوبا ضعيفه انما بعيد وطاير لهاني سليمان ومطلع بره الملعب. خطا بدا من عند رقم ثلاثه عمرو طارق، طويل القامه ماشي لازم يستغل طول في ابعاد الكوره من هنا، سابها التوب وشه المرمى، ظهره مش شايفه، الجانب الاعمى زي ما بنقول، وصلت لحمودي، بدات الهجمه والتمرير والتسديد والعرضيه عشان تنتهي بتسديد طارق حامد ويطلعها لهاني سليمان. احمد حمودي ركنيه لسموحه حلوه ولفه في حل المرمى، ضربه الراس نازل الضوء يساعد تطلع بره، تطلع بره الملعب وتماس. 10 دقائق من عمر الشوط الثاني داخلين على الدقيقه 11، سموحه 2 للنجم والهداف والقناص احمد حمودي لا شيء الجنى. مباراه بتقام بين الفريقين في اطار مباريات دور ال 32 اللي بدات بالامس. وصل اكثر من فريق لدور ال 16، وصل نادي الاسماعيلي بعد فوزه على النصر، المنيا بفوزه على بهتيم، الحرس بفوزه بركلات الجزاء الترجيحيه على النادي المصري. النهارده لقاءات المقاولون وشباب الضبعه، غزل المحله وطنطا والدجله كهرباء اسماعيليه، سموحه والجونه بنتابعه معا، القناه ومنتخب السويس. سعد حسني، هشام فتح الله، ايمن اشرف مميز جدا مركز الايسر، لازم يلفت نظر مسؤولي منتخبنا الوطني هذا اللاعب، وجهه نظري الشخصيه المتواضعه من خلال تعليقي على العديد من مباريات سموحه، مستوى ثابت لهذا اللاعب، نفس الكلام بنقوله على حمودي صاحب التمرين الجميله. حماده يحيى ماشي، حماده ريح له هشام فتح الله، ادي حماده، ادي حماده اماميه وبينيه توصل لهشام فتح الله، خدمته هشام يخش منطقه الجزاء، انما كان في رايه مرفوعه من هاني خيري على طول استجاب له بصفاره امين عمر. غدا ان شاء الله لقاءات المقصه والداخليه بتروجيت وطلائع الجيش وامبي،
يستضيف الاتحاد الاسكندري. انبي يستضيف سعيم الصغر. معظم الاتصالات اللي جات لنا بنشوفين بقول لحضراتكم الجماهير الاتحاد ما بيسالوش ان بكره النتيجه هتبقى ازاي او التوقعات ايه، بيسالوا على دور ال 16. خدوا على الفوز خلاص جماهير نادي الاتحاد الاسكندري، فريقهم حتى الرمق الاخير بينافس من اجل الوصول كاول او ثاني للمجموعه الاولى. خلاص كده نادي الاتحاد عاد مره ثانيه بشكل مختلف تماما عن الفترات السابقه. امير عبد الحميد وركله المرمى لفريق سموحة. ادي امير طويلة كرة امير، هشام فتح الله، طارق حامد، عجبني طارق سهل الممتنع، اللاعب اللي في وشه على طول يمرر ويتحرك. ادي امير عبد الحميد طويلة كرة امير عمرو طارق، سيد فريد يعلي، حمادة يحيى وشريف رضا، فاول على حمادة يصفر امين عمر. شريف علي عيد استلم تمرية محمود سيد، نزل محمود سيد نص الملعب بيشغل المكان كان بيشغله سمو الاوكران اللي خرج، وكمل عمرو السعيد اللي اشترك مكان سمو الاوكران عشان يكون راس حربة صريح جنب شريف اصلا، انما مكتفيين الاثنين تماما في ظل تفوق وتوفيق احمد سعيد اوكا وسيد فريد. طويلة كرة امير، حمودي رايح انما طالع برابو لهاني سليمان. حسن الشامي، علي عيد، ضوي، ديفيد يقطع بره الملعب تماس للجونه، الشامي على التنفيذ، استلم منه علي عيد، الشامي مره ثانيه عايز يوصل للضوي ما وصلتش ولا الاسلام محارب، ياخد طارق حامد، محمود سيد يقطع، عمرو طارق يستلم، حسن الشامي خلف محمود سيد من علي عيد، الشامي اماميه، اسلام محارب بيتحرك في الجهه اليسرى، رب له شويه كده كريم الضوي، انما الغلبه لصالح فريق سموح حتى الان لعبا ونتيجه. ادي العرضيه وفيها خطوره، فيها خطوره يا ولد يا لعيب، ترجع مره ثانيه، ادي كده تسديد، تكتل دفاع منظم من فريق سموحه، قفلوا زاويه التسديد، اتحطت اماميه على طول رايح ومغطي كويس ايمن اشرف، وبره الملعب الكوره والتماس لصالح فريق سموحه. لمست الكوره قدم لاعب الجونه قبل ما تطلع، كان لاعبها ايمن اشرف، فانضغط محمود سيد في اللعبه اللي فاتت. تماس اماميه، الشامي، حمودي اشول واخد الجانب الايمن، مصدر ازعاج لفريق الجونه، اسلام محارب بيطلب في اقصى اليمين كريم الضوي، ماشي اسلامي، مرر اسلام، شريف اشرف، تدخل من اوكا، تعلى مردوده مره ثانيه بضربه راس، اوكا يعلي، ايمن اشرف توصل عند سعد حسني، سعد والتمريره، تحرك شريف اشرف بينزل في نص الملعب عشان يخلص نفسه من الرقابه، وادي بابا اركو، يستلم بابا اركو، احتفظ بخورته كتير جدا، اعتقد هيبقى في تبديل لبابا اركو، فكر في تبديله الجهاز الفني، موجود ماشي بيمسك بيتحرك، انما مفيش ايجابيه ولا فعاليه في المنطقه الهجوميه عن طريق بابا اركو. ادي محاولات من لاعبي الجونه، علي عيد لحسن الشامي، الأمامية قاطع سيد فريد، أحمد حمص، ديفيد، حمادة يحيى، ضربة رأس توصل للشامي، محمود سيد، شريف رضا، إسلام محارب ما ياخدش، تطلع بره الملعب، وادي الجهاز الفني لفريق سموحه، حمادة صدقي، عاطف حنفي، وادي التسديده انما فوق عرضه امير عبد الحميد، سدد كده اسلام انما بعيد، ادي اسلام محارب، وادي التسديده لعب كويس انما فوق المقص اليمين، بقول لحضراتكم الجهاز الفني لسموحه
موجود على الشاشه كابتن محمد صدقي، عاطف حنفي، سعد البقري، محمد سعد، اسامه يوسف، خالد مصطفى، عبد الباري مليجا، عمرو اسماعيل، عادل محجوب، محمد عبد الجواد، مفيد خليل، سعيد حمدين، واحمد رياض. في قرار اقاله سعد البقري، انما الراجل موجود كمل عقده. تم اضافه محمد سعد وخالد مصطفى، اثنين من نجوم كره القدم المصريه. خالد مصطفى حارس مرمى الاتحاد المتالق اللي عاد فيما بعد للنادي الاهلي. محمد سعد ايضا ظهير منتخبنا الوطني، ظهير ايسر وقلب دفاع ما شاء الله عليه، يعني دعم معنوي للجهاز وفقا لطلبات حماده صدقي. في الشك اضافه طبعا، الاثنين اشتغلوا في منتخبات ولعب المنتخبات، اضافه لفريق سموحه اللي بنتمنى له كل التوفيق وتقدم وشرف اسكندريه طبعا تقدم انديتها في المسابقه. ادي الكوره وادي اللعبه الطويله، صفاره وفاول للجونه، على الجونه الفاول. ادي اللعبه، ده موجود عدم جماهير، انما رجال الشرطه ما شاء الله اهتمام غير عادي وغير مسبوق بهذه المباريات. مقدم هشام رجب يعني برعايه مدير الامن لواء امين عز الدين، اهتمام غير مسبوق يعني في اسكندريه، وحاجه جميله جدا بنشوفها، وتحياتنا وتقديرنا للامن العام باسكندريه. ادي الكوره وادي الهجمه وادي الانطلاق، احمد حمص حط في طريق حمودي، عماد عبد المنعم، انما ياخد حمودي. ادي يلعب وادي العرضيه، هنشوف العرضيه من هنا والهجمه، انما الركنيه لسموحه على طول. ماشي. ركنيه لسموحه. هنشوف العرضيه كده لسموحه، وبنلعب في الشوط الثاني من لقاء سموحه والجونه. من سموحه لا شيء، الجونه حطت على الارض، اتسندت، عرضيه حلوه في حلق المرمى، وسيد فريد بضربه راس طلبوا ركله جزاء، انما ماشيه الكوره. ادي الكوره وادي التمريره، ياخد فريق الجونه، وادي عمرو السعيد، عمرو يلعب الكوره، لسه واحده يشتت الدفاع سموحه، لسه ضغط فريق الجونه، وادي التسديده، انما يمسك امير عبد الحميد. ادي واحده طويله في اتجاه حماده يحيى، مع شريف رضا، يقطع شريف، سعد حسني، تدخل عمرو السعيد، سعد ينطلق، يمرر سعد، تدخل من اوكا، مساحه، مسافه، يقدر يلعب ويخش منطقه الجزاء. ادي العرضيه، يا سلام يا امير، برافو يا امير. ثلاث اختبارات في هذا اللقاء، احدهم هذا الاختبار والكره العرضيه، طالع جامد جدا، مركز امير. واحده في الشوط الاول تسديد اسلام محارب، والثانيه تسديد شريف اشرف، متالق في الثلاث اختبارات، برافو يا امير. احمد حمص اماميه، كره حمص، اللعبه اللي فاتت حاول ياخد ويمرر حماده يحيى، انما مقطوعه، هجمه هنا وهجمه هناك، انما الغلبه لفريق سموحه، المعنويات لفريق سموحه، انطلاق من عمرو، عرضيه وفيها خطوره، يا سلام يا ايمن يا اشرف، برافو ايمن، احسن طريق حامد، هجمه الازرق، الهجمه لسموحه، حماده يحيى يمرر على طول، ياخد هشام فتح الله، هشام ممكن يزيد، طلع له بابا اركوت، حطت في العمق مرة تانية، توزيع في الجهة اليمنى للساحر أحمد حمودي، أدي أحمد حمودي، حمودي حمودي، حلوة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لعيب هايل أحمد حمودي، من نفس المكان كان سجل في مرمى الاتحاد السكندري في آخر مباريات الفريقين معا، إنما انتهى اللقاء بفوز الاتحاد 3-2، لعيب مميز مميز أحمد حمودي، أرى اللعبة لهاني سليمان، اتحرك كويس لهاني سليمان برشاقته بلياقته، طالع ومطلع وشايل كورة أحمد حمودي، مشكلة وخطر قمة الخطورة أحمد حمودي. أدي واحدة تانية أمامية في اتجاه عمرو السعيد، اتلعبت بضربة رأس، حاول شريف أشرف، إنما ماشية الكورة، ووقع لاعب من نادي سموحة، لازم يطلع بره أحمد حمص، سلامة اللاعبين، مسؤولية حكم اللقاء اللي كان يوقف اللعبة، مفيش كلام. تبديل تاني في فريق الجونة، رقم اثنين احمد ابراهيم، هيلعب بدلا من حسن الشامي رقم 11، احمد ابراهيم رقم اثنين،
بدلا من حسن الشامي رقم 11 وخارج امام حضراتكم. كان في تبديل مع بداية الشوط الثاني بخروج صامويل اوكران واشتراك عمرو اسعي. التبديل الاول بقول لحضراتكم في الجونه كان شارك عمر السعيد وخرج صامويل اوكران. دي لقطات كده مخرجنا وليد ريحان. شوف اللي هيتم وايه التبديلات اللي ممكن تتم. وقام حماده صدقي 25 دقيقه من عمر الشوط الثاني. تقدم لسموحه ما زال قائما، يعني فريق الجونه ما يديش ايحاء بانه قريب من مرمى امير عبد الحميد. اللهم الكره العرضيه اللي اتلعبت في الشوط الثاني. الشوط الاول كان فيه تسديده لاسلام محارب برشاقه طلعها امير عبد الحميد، واحدة تانية كانت من ركلة حرة مباشرة ايضا طلعها امير عبد الحميد، كان من شريف اشرف. انما هدف الدقيقة 7 تمريرة من ايمن اشرف وصلت لاحمد حمودي دخل منطقة الجزاء وقابل الهاني سليمان، ركن على طول على شمال الهاني سليمان. التمريرة التانية من بابا اركو في الدقيقة 34 رغم انه اشول بالقدم اليمنى سدد سكنت شباك الهاني سليمان عشان يتقدم سموحة ويعني يقترب بشدة من الوصول لدور ال 16. ادي واحدة امامية ايمن اشرف ياخد بابا اركو، فايته من بابا اركو توصل لشريف رضا، يسلم لاحمد ابراهيم هيلعب في مركز قلب الدفاع وهيخرج عمرو طارق رقم 3 عشان يتجه لشغل مركز زيرو الايسر بعد خروج حسن الشامي. وادي حمص يعلي ديفيد واسلام محارب، ادي اسلام ياخد اسلام التماس للجونه. تجاوزنا الدقيقه 25 سموحه متقدم شريف اشرف ياخد حاضر غائب، نفس الكلام اللي بنقوله على بابا اركو بنقوله على شريف اشرف والاثنين من القناصين من الهدافين. حماده يحيى لو بص الناحيه الثانيه هيبقى مشكله، كده بص حماده لعبها حماده انما ضعيفه. وادي احمد ابراهيم وشوف حمودي فين عامل قلق، بقول لحضراتكم الراجل الكرة تقترب منه على طول 3 4 يخشوا عليه، انما لو استلم بيقدر يفوت من 1 من 2 ومن 3 ومن 4، انما المره دي تكتل غير مسبوق تطلع الكوره بره الملعب. هنشوف ركنيه لسموحه، التنفيذ لبابا اركو معروف انه قناص وهداف المفروض يبقى داخل منطقه العمليات او منطقه التهديف المنطقه التهديفيه الخاصه بمنطقه الجزاء، يلعب العرضيه فايته العرضيه توصل لحمودي. هنشوف حاجه عرضيه حلوه في حلق المرمى، حماده يحيى ما توقعهاش يرتكب المخالفه وياخد فريق الجونه الركله الحره المباشره. لهاني سليمان على التنفيذ، وادي حمود شوف عمل البليسنج ازاي يا ولد يا لعيب، شكل حلو قوي لاعب الكوره، بتقول انه صاحب ثقه وصاحب مهاره عايز يبدع وهو بيلعب. هشام فتح الله بعيد حمودي اقرب عمرو طارق اللي شغل مركز زهير الايسر بعد خروج حسن الشامي واشتراك احمد ابراهيم اللي دخل لعب مركز قلب الدفاع. محمود سيد اسلام محارب حمودي عايز يخبطها في عمرو طارق وياخد التماس انما عدت الكره وطلعت بره الملعب. اسلام محارب ماشي اسلام عمر السعيد عمر علي عيد شريف رضا شريف اشرف للخلف عند شريف رضا يعلي ضربة رأس من محمود سيد ما توصلش للضوي بره الملعب تماس للجونة. ادي التماس شريف اشرف يوزع سعد حسني والعرضية تغطية من ديفيد ضربة رأس الضوي عمر السعيد ولا عمرو طارق هو اللي مكمل ارتكب الفاول او المخالفه مع ديفيد اوفي الغاني ظهير ايمن سموحه. ما اجراش اي تبديل فريق سموحه، جونه اجرى تبديلين مع بدايه هذا الشوط، خرج سامويل اوكران وشارك عمر السعيد ثم خرج حسن الشامي وشارك احمد ابراهيم. امير عبد الحميد لعب للنادي الاهلي امير، لعب منتخبنا الوطني، لعب للنادي المصري
ايضا امير حاليا في سموحة. وادي حمص، بابا اركو مقطوعة، سعد حسني طويلة امامية، يروح عمر سعيد، وولد يا امير قمة التألق قمة التعملق وجها لوجه. انما برافو امير عبد الحميد لك الراك، تحيات يا امير. ادي امير طلع قفل الزاوية، توقع بكل ثقة، ودي واحدة ودي تمريرة وهدف تالت يا حمودي، ممكن تبقى هاتريك النهاردة. زعلان زعلان حمودي، فرصة اكيدة ضيع من الجونة عن طريق عمر السعيد، وفرصة اكثر تأكيدا لاحمد حمودي. لو اللقاء شوية، ادي عمرو طارق امامية بينية مقطوعة واخد على طول ايمن. طارق حامد داس على كورته، طارق مش تسلل، يقدر ايمن اشرف يقدر، انما الهاني سليمان طالع، خبرة امير نفس خبرة الهاني سليمان. ادي طالع عالي جدا، ضربة رأس مقطوعة، علي عيد، سعد حسني، فولت فولت كرة سعد، وياخد التماس ايمن اشرف. ادي التماس عشان فتح الله، ايمن مقطوعة، عمر السعيد، كريم الضوي، ماشي كريم مقطوعة، تدخل من سيد فريد بره الملعب. ادي المحاولات لفريق جونة، وادي العرضية سهلة يمسكها امن. احمد ابراهيم شغل مركز قلب الدفاع، هاني سليمان، تمريرة حلوة من الهاني توصل عن ظهيره الايسر عمرو طارق، والتماس لفريق الجونة. ادي اللعبة، وادي ديفيد، ادي اللعبة، ديفيد بره الملعب، اتلعبت العرضية على حدود المنطقة، والتسديدة والقلشة من كريم الضوي، انما لسه الكورة على حدود منطقة جزاء سموحة. بابا اركو عكسية حلوة، حمادة يحيى، شوفوا الهاني سليمان فين، شوفوا الهاني فين، طالع ام دور الليبرو، ودي سعد حسني، ودي ضربة الرأس من هشام فتح الله توصل عند طارق حامد، يمرر طارق وعلي عيد، انما حماده يحيى يحط رجله، ياخد فريق سموحه التماس، فريق الجونه التماس. احمد ابراهيم دي اللعبه اللي فاتت اللي وصلت لحمودي، لعبها ضعيفه سهله، خدها الهاني سليمان على طول. سيد فريد، بابا اركو مش يعني فيها كلام، فيها كلام لو تعالت مره ثانيه، واللي كان قاطع حمودي ما وصلتلوش الكوره، يعني الزاويه مش باينه قوي، انما المكان اللي انا فيه كنت على خط واحد معاهم فيها كلام، انما هي وجهه نظر تحترم للمساعد هاني خيري. ديفيد بضربه راس، علي عيد يعلي، ثلاثين دقيقة من عمر الشوط الثاني، داخلين على الدقيقة 31، اثنين سموحة بأقدام حمودي، لا شيء فريق الجونة، مباراة الفريقين في دور 32، الفائز والأقرب هو سموحة يصل لدور 16. بابا أركو مش تسلل، حمادة يحيى وجها لوجه، وجها لوجه، وجها لوجه، إنما فين الكورة؟ لسه الهجمة قائمة، ودي اتلعبت، حمودي ضربة راس يا ولد يا هاني استمال، هوبا، يا سلام على الجملة اللي فاتت، يا سلام على الرواية والحكاية اللي فاتت، انما النهاية مش زي ما هم يتمنوا او زي ما احنا كنا نتمنى نشوف الكرة بين الشباك سواء للجونة او لسموحة. ادي اللعبة، وضربت سموحة مرة تانية، ارتفع صوتنا شوية واحلو اللقاء شوية، ودي واحدة ترجع لبابا اركو، ضغط الابناء الرداء الازرق المتقدمين بهدفين، انما بيقولوا مش كفاية حتى الان، عمالين يصولوا يقولوا عايزين يوصلوا لمرمى الهاني سليمان، انما تألق الهاني سليمان منع سموحة من الهدف الثالث. احمد حمص، ايمن اشرف ياخد ايمن تمريرة احمد سعيد اوكا، ايمن ماشي تدخل بقوة، عمر السعيد وارتكاب مخالفة مع ظهير الايسر ايمن اشرف، ياخد منها ركلة حرة مباشرة، التنفيذ لهشام فتح الله، اتمررت بسرعة، ادي طارق حامد، توزيع في اتجاه بابا اركو، ادي بابا اركو
حطها لنفسه يا ولد فايد. بابا اركو، يا بابا اركو العرضية بقى لمين؟ العرضية لمين؟ بشماله فوق العرضة. الدقيقتين اللي فاتوا كان ممكن يبقى فيها هدفين لفريق سموحة، وادي تبديل ثالث واخير في صفوف فريق الجونة. رقم 19 مؤمن دبور هيلعب بدلا من اسلام محارب. رقم 19 مؤمن دبور بدلا من هشام محارب. شفنا الكرة وشفنا اللعبة، كل حاجة في الملعب النهاردة ما شاء الله. استاذ جميل، استاذ اسكندرية، استادات تام بقيادة مديره دكتور شريف سعد، ايضا الاجهزة الامنية سيادة اللواء امين عز الدين مدير امن اسكندرية وتعليماته، المقدم هشام رجب وباقي السادة الضباط، بتوجه لهم بكل الشكر والتقدير. ايضا مأمور اسم الدايرة اسم باب شرقي عميد حسام الصغير، نشكرهم شكرا جزيلا على الجهد المبذول. بابا اركو ياخد بابا اركو، ماشي بابا اركو، تسديده يا بابا اركو حلوه على مرتين، يمسك الهاني سليمان. الهاني طويله، شريف اشرف، تدخل من سيد فريد، تعلى عمر السعيد، عمر يعلي، ادي محاولات، وادي ديفيد، برافو يا ديفيد، خلص ديفيد، طارق ياخد، طارق حامد ماشي، داس على كورته، بس مرر على طول احمد حمص، بابا اركو، طارق حامد على الارض لديفيد، مره ثانيه سيد فريد، احمد حمص، كره مطوعه لعيب نادي سموحه، وهم برضو بيسهلوا الماموريه على نفسهم، السهل الممتنع اللي في وشه بيديله يلعب ويمرر، يلعب ويتحرك، كل اللي بيسهل ماموريته. شوفوا حضراتكم طارق حامد تنتهي بواحده طويله، رايح احمد حمودي، احمد حمودي، انما التغطيه من عمرو طارق، يطلع الهاني سليمان، تسلل عمر السعيد، رايه مرفوعه من احمد عطيه، الصفاره من امين عمر. وصلنا ل 35 دقيقه مشاهدينا الكرام من سموحه لا شيء الجونه، مباراه بتجمع الفريقين في اطار دور 32 لبطوله كاس مصر، وادي واحده اماميه. هشام فتح الله، هشام 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 فات، هشام سدد هشام، انما تطلع الكره بره الملعب وتماس للجونه. مباراه سهله شويه كده من وجهه نظر بعض اللاعبين زي ما شفنا هشام فتح الله، يعني وضعه التشريحي ما يسمحلهوش بالتسديد، كان لازم يلعب بالعرض او يمرر على حدود منطقه الجزاء، قال لك بقى اجرب بكده، احنا فريقنا كسبان مش مهم اللعبه، سدد، انما محاوله من هشام فتح الله. سعد حسني اماميه، قاطع سيد فريد، مميز النهارده سيد. شوف تبديل اول فريق سموحه، شوف وحيد محسن رقم 13 هيشارك بدلا من مين؟ علي عيد، ضربة الرأس من بره الملعب. ادي تبديل في سموحة هنشوفه، وحيد محسن هيشارك بدلا من طارق حامد، حصل على انذار طارق، وادي وحيد محسن رقم 13، وده التبديل الاول. طبعا تبديل هدف منه من وجهة نظري، يعني راحة هذا اللاعب طارق حامد بيلعب كأساسي ولعب كل مباريات سموحة، خلاص مطمئن للفوز اعتقد جاهز.